كنا أخدنا المحاضرتين اللي فاتوا قائمة فايل شرحناها، وشرحنا مع بعض قائمة هوم، وشرحنا لحد الايمج في قائمة انسرت. انسرت اللي هي ادراج. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة من أول الشيبس اللي هي الأشكال. اول ما بضغط عليها وعايز اختار اي شكل انا عايز اضيفه، اخترت مثلا شكل زي ده، عملت نسخة تانية منه. اول ما بتيجي تضغط على الشكلين، انا بحدد الشكلين ازاي؟ بضغط على شكل، بعد كده بدوس كنترول واحدد الشكل تاني. انا اول حاجه بضغط على الشكل اللي انا عايز احدده، واروح ادوس على كنترول واختار الشكل التاني. ظهر عندي فوق خالص في قائمه اسمها فورمات، في حاجه اسمها الميرج شيبس. في الميرج شيبس بيظهر معايا اشكال متنوعه تانية اهو. ادراج صوره، هندسة المشكلة ممكن تكون في البرنامج نفسه، يا إما عايز تحديث، يا إما هتقفله وتشغله تاني، يا إما تشيل الصورة تحط صورة غيرها. ساعات في صور ما بتكونش راضية إن هي تتحط مثلا في برنامج بسبب إن هي الصيغة بتاعتها مختلفة شوية، فبحول الصيغة بتاعتها لجي بي جي وبعد كده إن أنا أحطها داخل البرنامج. طب جرب اقفل البرنامج وشغله تاني. يعني أنا أهو دلوقتي لو حطيت صورة مثلا، قلنا صورة مثلا زي طافت معايا عادي. طب جربت تقفل البرنامج وشغله تاني يا هندسة؟ او بس محتاج منك ان انت تبعت لي رسالة الخطأ اللي بتظهر لك، ابعت لي بس رسالة الخطأ واقول لك الحل فين. اخترت شكل من الاشكال زي الشكل ده اهو، شفت تاني شكل عليه اهو. عايز ادمج الشكلين دول او عايز احوله. طيب ضغطت على الشكل ده او عايز احدد الشكل التاني، اضغط كنترول من الكيبورد وادوس على الشكل التاني. اروح على حاجه اسمها الميرج شيبس، دمج اشكال. شايفين بيحصل ايه لما اختار اي اختيار من الاختيارات دي؟ لا انا مش عايز مثلا اشكال زي دي، هي بتظهر على اشكال واشكال. لا لو جينا اخترنا مثلا شكل زي ده وعملت دمج اهو شكل تاني، رحت حددت الشكلين مع بعض واخترت ميرج، اخترت اول حاجه الان خليهولي كله شكل واحد، خلالي الاثنين شكل واحد. لو اخترت كومبين بيعملها لي من النص، شايفين اهو معها لي زي جزع الشجرة، ورقة الشجرة. طيب دي في حالة ان في شكلين عندي وعايز اعمل لهم دمج. هنا edit shape لو دوست عليها change shape معناه ان انا عايز اغير الشكل بشكل تاني اهو. طب edit shape وبعد كده دوست edit point، من المربعات السوداء دي ممكن اتحكم في الشكل اللي عندي زي ما انا عايز. طيب هنا بقى دي اشكال اهي، لو ضغطت على شكل فيهم ممكن اقدر اعدل الاشكال. دي اشكال تانية.
تكست بوكس مربع اكتب فيه النص اللي انا عايزه. هنا في الشيب ستايل، استايلات او الاشكال المختلفه لاشكال. هنا الفيل لون التعبئه زي ما انتم شايفين. لو عايز اخليك صوره بيكتشر هضغط على بيكتشر براوس، اخترت الصوره مثلا زي دي، خليها لي داخل الشكل اهو، شكل زي ده. عايز احط فيه صوره من شيف فيل واختار بيكتشر. بعد كده براوس واختار برضو الشكل اللي انا عايزه. وهكذا زي ما انا عايز. طب اضيف شكل تاني زي ده اهو من الشيف فيل. في حاجة اسمها جريديانت، الوان تدريجية. هو لونه ازرق فبيجيب لي اللون التدريجي للون الازرق اهو. انا لو عايز الوان اكتر المور فيل، طيب جيت هنا مثلا اخترت حاجة اسمها الاي دروب. انا عايز اللون اللي هنا اطبقه على شكل تاني، نجيب شكل زي ده لونه مثلا اصفر. جيت على دي واخترت حاجة اسمها اي دروب، خدت اللون دي اي دروب وانا واقف هنا. الالوان اتحطت فوق، شايفين اللونين دول اهم. انا واقف على الشكل دي، ادي لون اصفر اهو. تكتشر برضو دي اشكال مختلفة حول الالوان، بختار زي ما انا عايز. الاوت لاين اللي هي الحدود الخارجية للشكل. الويت اللي هو السمك بتاعه، السمك بتاع الحدود الخارجية زي ما انتم شايفين. داش لاين لو عايز الحدود الخارجية كشكل داش لاين. نو اوت لاين لو مش عايز حدود خارجية. نو فيل لو مش عايز لون تعبئة. طيب الشيب افكت بقى، التأثيرات في حاجة اسمها فيست، دي كلها تأثيرات مختلفة اهي. الشادو لو عايز اعمل تظليل، ريفليكشن لو عايز اعمل مرايه، شكل مرايه هو من تحت. جلو لو عايز اعمل توهج بنفس الشكل كده. سوفت ايج اللي هي لو عايز اعمل حواف، الحواف تكون ناعمه. بيفل مستوى زي نفس الشكل كده اهو زي ما انتم شايفين. 3D روتيشن لو عايزه كشكل 3D. هذا شكل الطبق كده. طيب لو جيت كتبت من جوه مثلا اسم زي ده، غيرت اللون من هنا ورحت في الفورمات، في حاجه اسمها الوورد ارت ستايل، الستايلات خاصه بالخطوط اهي. تكست فيل لو عايز اغير اللون بتاع الخط. تكست اوت لاين اللي هي الحدود الخارجيه بتاعه الخط. افكت برضو دي تاثيرات مختلفه اهي، اللي هو التظليل والمراه، توهج، بيفل، 3 دي روتيشن، ترانسفورم او عايز اعملها بنفس الشكل ده. هنعرف ازاي نعمل ختم لينا على الباوربوينت بنفس الاشكال دي. من الاشكال هنا بعمل الختم بكل بساطة، هنعرف ازاي نعمله.
الجزء ده خاص بالصورة، أو هنا لو دوست على الروتيت تدوير خاص بالشكل أهو، تدوير بعمل تدوير ألاين المحاذاة، عايز أخليه فين بالظبط، عايز أخليه في الأسفل خالص ولا في المنتصف ولا في الأعلى، ولا عايزه ناحية المنتصف ولا ناحية اليسار ولا ناحية اليمين، أنا اللي بختار. هنا بقى السليكشن بين، أنا بيديني كل الأشكال اللي عندي، أنا عندي كام شكل؟ أربعة، أو كام حاجة أنا حطيتها؟ أربعة. لو دوست على علامة العين بيخفيها لي، لو دوست على هايد اول بيخفي لي الكل، شو اول بيظهر لي الكل. السند باكورد والبرينج فورورد خاصة بالصورة، لو عايز، لو عندي صورتين عايز اخلي صورة في الامام وصورة في الخلف. طيب السايز اللي هو الحجم بتاع الشكل، ارتفاع وده العرض زي ما انتم شايفين. لو جينا دخلنا على سمارت ارت اللي هو المخطط التفصيلي برضو نفس الكلام، اخترت اي مخطط تفصيلي اهو، ظهر معايا قائمة اسمها ديزاين فورمات. ديزاين هنا اول حاجة لو واقف على الشكل ده وعايز اضيف شكل، اد شيب، عايز اضيف شكل تاني اهو، بضيف اشكال زي ما انا عايز. البلت احنا قلنا ايه هي البلت؟ اللي هي النقاط. انا لو واقف هنا عملت مثلا تكست بوكس ورحت دوست في التعداد النقطي، نقاط بنفس الشكل كده، ممكن برضه اعملها انا في الشكل ده بلت اهو، شايفين؟ بس لازم اكون كاتب حاجة على الاقل عشان تظهر معايا البلت بتاعي، لو ملاحظين هنا التكست بين بيوريني ايه الحاجات اللي انا كاتبها، ده السمارت ارت اللي هو المخطط التفصيلي. لو دوسنا على ريمو بريموت سيلكشن، واقف هنا، طب دي ميوت، بريموت بيزود لي واحد، ديميوت بينقص لي الواحد. رايت تو ليفت اهو، لو عايز اخلي الناحية اليمين يسار وناحية اليسار يمين، لو عايز انجل دي اخليها فوق موف اب، عايز اخليها من تحت موف داون. هنا اللي اوت معناه ان انا عايز اغير الشكل، الشكل اللي عندي او السمارت ارت اغير الشكل بتاعه. هنا الكلر اللون زي ما انتم شايفين، هنا السمارت ارت ستايل، ستايلات السمارت ارت زي ما انتم شايفين. طب لو دوست على ريسيت جرافيك معناها يرجع لي كل اللي انا عملته ده زي ما كان في الاول اهو. طيب كونفيرت، عايز احول السمارت ارت ده، عايز احوله للتكست نص، كونفيرت تو تكست، بس انا ما عنديش نص مش كاتب حاجه. طب انا عايز احوله لشيب، شكل هو اصلا شكل، انا كده، انا كده يعتبر حولته لشكل، يعني معنى كده ان كل اللي في الداخل بيجي واحد، او اغير كده زي ما انا عايز. بيجي شكل ازاي؟ يعني الاعدادات الشكل من فوق، اعدادات الشكل، لكن لو فضل زي ما هو هنا كده مديني اعدادات المخطط التفصيل. بعد كده فورمات، هنا لو عايز اغير الشكل change، يعني انا عندي الشكل، الشكل ده عايز اغيره اهو، اللي بيحصل عندي larger، لو عايز اكبر شوية بالشكل من جوه، عايز اصغر smaller. لو واقف بره كده مش هيدي، لكن لو وقفت على الشكل من جوه حاولت ان انا ايه اغير الاستيلات بتاعت الشكل زي ما كنا واخدين. الفيل لون التعبئه اللي هو من الداخل اهو، اوت لاين الحدود الخارجيه، افكت التاثيرات اللي احنا شرحناها برضه.
هنا برضو الوورد ارت ستايل اللي هي خاصة بالستايلات، ده نفس اللي احنا شرحناه في الشيب، خاصة بستايلات الكلام، تكست فيل، لون الكلام، تكست اوت لاين، الحدود الخارجية، تكست افكت، دي تأثيرات مختلفة. هنتعلم مع بعض لو عايز اعمل ختم على الباوربوينت اعمله ازاي. هنا السايز اللي هو الارتفاع والعرض بتاع الهايت، الارتفاع والويدث، العرض بتوع المخطط بالتفصيل. الشرط اللي هو رسم البيان، اخترت اي رسم بيان. افتح معايا شيت اكسل، انا مش عايز الاكسل دلوقتي. برضو ظهر معايا ديزاين وفورمات، فورمات برضو نفس الحاجات اللي احنا شرحناها في الشيب والسمارت بار. لو عايز اضيف شكل تاني هنا بقى احنا فوق في الفورمات دي كلها المناطق بتاعة رسم البيانات. يعني لو جيت مثلا اخترت حاجة زي كده الفيرتيكال اهو، يقول لي هذا الفيرتيكال بتاعك الرأس، انا عايز، لا عايز اشوف الليجند او من تحت، عايز اشوف الهوريزونتال اكسس محور افقي وهكذا، بختار اللي انا عايزه. بس فورمات سيلكشن معناها ان انا عايز اعدل شويه في الحاجه اللي انا محددها زي دي كده، احدد فيها انا عايز دي برايمري اكسس ولا سكندري اكسس، يعني محور اساسي ولا محور ثانوي، اختار من هنا. برضو الجلو، اللون، هنا خاص باللاين الخط، لون الخط انا غيرته، لو عايزه جريد لاين. اما ريسيت تو ماتش ستايل معناها ارجع اللي انا عملته زي ما كان في الاول. الديزاين بقى لو دوست على اد شارت اليمنت الاكسس، يعني هنا ضايف لك البرايمري هوريزونتال والبرايمري فيرتيكال، او لو دوست على واحد فيهم شالها لي، لا انا عايز ارجعه زي ما كان الاول. طيب الاكسس تايتل عنوان المحور عندي انا عايزه يكون فين، فيرتيكال ولا راسي، زي ما انتم شايفين فيرتيكال ولا راسي انا بختار. التايتل او العنوان بتاع الشرط رسم البيان عايزه سنترد في المنتصف ولا ابوف اللي هو فوق. الداتا ليبل البيانات اللي على الخطوط اللي عاملها في رسم البيان عايزها فين بالظبط. الداتا تيبل لو عايز تعمل جدول البيانات من تحت. الايرور بار منطقة الخطأ فين. جريد لاينز اللي هي لو عايز شبكة بيانية. ليجند اللي هي فيها سيريس 1 وسيريس 2 وسيريس 3 اللي هي التلاتة اللي من تحت دول. لاينز اللي هي الخطوط لو عايز اعمل خطوط. تريند لاين اب وداون زي ما انتم شايفين الاشكال اللي بيحصل فيه. الكويك لي اوت دي برضه ستايلات مختلفة اهي. هنا بقى التشينج كولر لو عايز اغير الالوان، هنا دي ستايلات مختلفة، ستايلات الرسم بيانا مختلفة. لو دوست على سيلكت داتا، سيلكت داتا فتح لي شيت الاكسل. ولو دوست على ايديت داتا عايز اعمل ايديت داتا اهو عندي. لو جيت اخترت الاختيار التاني ايديت داتا ان اكسل برضه هيفتح لي نفس الشيء، اغير فيه الداتا زي ما انا عايز. تشينج شارت تايب لو عايز اغير مخطط التفصيل اللي عندي اللي بالشكل ده اهو غيرت. في حاجه اسمها سويتش رو كولوم بتاعت دي، او الناس بتكتب سويتش رو اند كولوم.
ريفرش داتا، لو انا عملت داتا او عدلت في الداتا عايز اعمل لها تحديث عشان تظهر معايا رسم بيان. اما السويتش رو عند كولوم، كل ما بضغط عليها اهو هنا يظهر معايا حاجه اسمها سويتش رو عند كولوم، يعني معناه ان انا عايز اعمل تغيير للاعمده والسطور، احط ده مكان ده وده مكان ده، نفس اللي حصل زي ما انت شايفين. هنا في حاجه اسمها الجيت اد اي ان اس، لازم اكون متصل بالانترنت لو عايز اضيف اضافات اللي احنا شرحناها في برنامج الوورد. الاضافات اللي عندي حاجه اسمها كيو ار اوفيس اهو، وادوس على اد. بيقول لي ايرور لودينج اد اي ان اس، وان اور مور اد اي ان اس فيلد تو لود. اختار حاجة تانية مثلا زي سكريبت، نفس القصة المخزن اللي عندي مش متاح حاليا. لو دوست ماي اد اي ان اس، الاضافات بتاعتي اللي انا ضفتها، انا كنت ضايف الاتنين دول بس مسحتهم، ممكن نرجع نضيفهم تاني مش اي مشكلة. هي حاجات زي الاشكال زي الشيب، آلة حاسبة عايز اضيف مثلا اللي هو الكيو ار اللي هو الكود الباركود اللي بيقولوا عليه، دي كلها ممكن انا اعملها. طب لو رحت على الشيب وافترضت لينك، لو عايز اضيف لينك داخل برنامج باوربوينت، اللينك اللي انا هضيفه هيوصلني بايه بالظبط؟ بختار من هنا. طب لو اخترت هنا بكتب العنوان بتاعي او اللينك بتاعي مثلا، وندوس على اوكي. شايفين تحت قايل لي http://www.google.com. لو جيت دخلت مثلا على جوجل، كتبت حاجة زي كده مثلا، وخدت اللينك اللي فوق ده، وعملت تكست بوكس، تمام. لازم أكون عامل تكست بوكس عشان أدخل بداخله لينك. كنترول في، ادوس على اوكي. بمجرد ما هدوس على كنترول افضل دايس عليه وادوس كليك شمال، هيفتح معايا اللينك. اكشن، يقول لي اكشن سيتنج، الماوس كلوك والماوس اوفر، الهايبر لينك تو نيكست بيج، هيوديني لاي صفحه. كومنت، لو عايز اضيف تعليق، عايز اضيف تعليق على الشكل ده ايا كان التعليق اللي انا هضيفه. لو وقفت هنا عليها، قفلتها وقفت عليها هنا، يقول لي كليك تو شو كومنت بين، اضغط علشان تشوف التعليق اللي انت كتبته. ضغطت عليه، هذا التعليق اللي انا كتبته.
تكست بوكس لو عايز اضيف مربع نص زي ما انت شايفين. طيب الهيدر اند فوتر، في الهيدر انا عايز اضيف مثلا الديت اند تايم، تاريخ والوقت، ادي تاريخ اليوم وادي اللغه. لو دوست على ابلاي هيطبقها لي على الصفحه اللي انا واقف عليها او السلايد اللي انا واقف عليها، اما ابلاي تو اول هيطبقها على المستند ككل. دوست عليها فضاف لي تحت تاريخ اليوم. طب لو دوست على السلايد نمبر، دوست على ابلاي، ادي رقم الصفحه من تحت. الفوتر بقى من تحت عايز اكتب ايه؟ عايز اكتب مثلا اسم زي ده، دوست على ابلاي ادي عملها لي في المنتصف تحت. لو مش عايز اظهر عنوان السلايد هنا، لو في ملاحظات دوست على الهيدر، لو عايز اضيف هيدر لو عايز اضيف الوورد ارت في خاصه بي، احنا قلنا في الخطوط، جيت حذفت ده وكتبت اسم زي ده، رحت حددته ودوست على الوورد ارت، خلي نسخه منه تاني بشكل مختلف برضه اعدادات الكتابه من فوق بالظبط. اكتب اللي انا عايزه. معنى كده انا رحت على انسيرت واخترت وورد ارت، اخترت شكل زي ده، اكتب اللي انا عايزه داخل الشكل زي ما انتم شايفين كده. الديت اند تايم نفس اللي احنا عملناه في الهيدر والفوتر. سلايد نمبر او عايز اظهر رقم الصفحات، الاوبجكت كريت نيو كريت فروم فايل، احط هنا اختار الفايل اللي انا عايزه مثلا ادوس على اوكي، ادوس اوكي فضاف لي اللي موجود داخل الفايل اللي انا جيت عملت له اوبجكت. طيب الكوشن لو عايز اضيف معادلات رموز، قصدي رموز سيمبل، انا اسف الكوشن اللي هي المعادلات، لو عايز اضيف معادلات انسرت بس لازم اكون فاتح على الاقل. سيمبل اختار انسيرت نيو اكويشن، تظهر معايا لو عايز اضيف مثلا المعادلات اللي احنا اخدناها في الاكسل وفي الوورد. لو عايز اضيف مثلا رموز او سيمبل. نيجي بقى للحاجة الأهم اللي عندي. أنا عايز أضيف فيديو، عايز أضيف صوت، وعايز أضيف حاجة اسمها سكرين ريكورد. هنجرب الفيديو. لو عايز أضيف فيديو داخل البرنامج، لو عايز عن طريق الأونلاين هدوس أونلاين فيديو زيز ديفايس، لو عايزه من الجهاز اللي عندي. فيديو زي ده دوست انسرت كده، أنا ضفته داخل ظهرت معايا اعدادات كتيره للفيديو، اعدادات الفيديو. انا مش هشرح اعدادات الفيديو دي دلوقتي لان هناخدها في اللي هو جزء الموشن جرافيك اللي احنا هناخده مع بعض في الباوربوينت، مجرد بس ان انا اعرف ازاي اضيف فيديو بس. الناس تفكرني ان احنا لسه الاعدادات بتاعته بالكامل ما شرحناهاش، اللي هي جزء البلاي باك. لو دوست على بلاي هنا هيشغله لي. ده نفس برضه هنا اللي خدناه في الصوره، التصحيحات بتاعت الفيديو، اللون، الريسيت ديزاين لو انا عملت تعديلات وعايز ارجعها زي ما كانت، البوستر فريم، فريم اللي هو الاطار، معناها ان بدايته تكون الحاجه اللي انا حطيتها اهو. شايفين في السلايد باين شكله ازاي؟
وهنا ستايلات مختلفة للفيديو، ده شكل الفيديو اللي أنا عايزه. الحدود الخارجية بتاعته، التأثيرات اللي احنا شرحناها. هنا لو عايز أعمل له قص، وهنا الهايت والويتس اللي هو الارتفاع والعرض بتاع الفيديو. قائمة البلاي باك هنشرحها إن شاء الله المحاضرة اللي جاية، إن فيها تفاصيل لازم نكون فاهمينها كويس، محتاجة وقت عند الشات. فلو دوست على ايديو ريكورد ايديو، معناه ان انا هبتدي اسجل صوت. هدوس على العلامة اللي هي اللون الاحمر، ابتدي اسجل صوتي اهو، هو شغال بيعد اهو. تمام، دوست على اوكي، شايفين علامة المايك، دوست عليها ابتدي اسجل صوتي اهو، هو شغال بيعد اهو. تمام، نفس الكلام فوق ظاهر برضو معايا خاص بالأصوات، برضو البلاي باك هنشرحها المحاضرة اللي جاية. طب لو أنا عايز أضيف صوت أو عايز أضيف حاجة من الجهاز، أختار ادي اون ماي بي سي، شوف أنا حاطط فين الأصوات اللي عندي. طيب سكرين ريكوردينج، المحاضرات اللي بتنزل اونلاين او عن طريق الانترنت بتكون مسجله، فممكن اسجل ببرنامج الباوربوينت. لو دوست على سكرين ريكوردينج فظهر معايا حاجه بالشكل ده، اروح احدد انا عايز اعمل سكرين او عايز اسجل ايه بالظبط. كده انا حددت له الشاشه كلها، وبعد كده بدوس على هنا سيلكت لو عايز احدد منطقه معينه. لكن لا، انا مش عايز احدد منطقه معينه، انا عايز احدد كله. هنا معناه ان انا فاتح الصوت بتاعي، الصوت يكون ظاهر كده، انا قفلت كده ظهرت. عايز ابتدي اعمل ريكورد اهو، دوست عليه بيعد 3 2 1. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نبدا اليوم المحاضره الثالثه في برنامج الباور بوينت. خلصت خلاص، لو جيت وقفت فوق في اي مكان هنا بيعد اهو الثواني. بعد كده لو دوست على يوس او اختصاره بتاعته اللي هو على زرار ويندوز مع الشيفت مع الار، نجرب ويندوز شيفت ار، دوست عليه معناه ان انا هوقف دلوقتي كده، انا وقفت شويه عايز ارجع اكمل اسجل، ادوس على ريكورد فلسه بيعد اهو معايا. خلاص انا خلصت وعايز ابتدي ان انا خلاص احفظ الفيديو ده، ادوس على اللي هو المربع اللي انا شايفه ده، ضغطت عليه اللي حصل ادرجه لي داخل برنامج الباوربوينت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المحاضره الثالثه في برنامج الباوربوينت. خلصت خلاص، لو جيت وقفت فوق في اي مكان انا بيعد اهو الثواني. بعد كده لو دوست على فيوز او اختصاره بتاعته اللي هو على زرار ويندوز مع الشيفت مع الار، جرب ويندوز شيفت، عايز ارجع ورا شويه اهو من تحت، عايز اقدم شويه، اقدم، عايز اقفل الصوت اهو، عايز اعلي الصوت شويه، اعليه من هنا. هنا بيقول لي 26 ثانية. المحاضرة الثالثة في برنامج، ابتدي برضو اعدي عليه زي ما انا عايز. وزي ما قلنا البلاي باك بتاع الفيديو والاديو اللي هو بتاع الفيديو والصوت والسكرين ريكوردنج ان شاء الله هنشرحهم المحاضرة اللي جاية بالتفصيل. في حاجة اسمها ديزاين، دي خاصة بالاستيلات بتاعت الأشكال. أنا آسف، القائمة التالتة اللي هي الديزاين، سيبت أنا كده أعتبر شرحتها كلها. بس زي ما قلنا فاضل في الفيديو والصوت والسكرين ريكوردنج نشرح قائمة اللي هي البلاي باك. إن قائمة البلاي باك دي هتدخل معايا أكتر في شغل الموشن جرافيك اللي إحنا هنشرحه مع بعض إن شاء الله. تمام. إحنا
احنا كل ده يعتبر بنسخن في البرنامج، لسه في حاجات كتير هنشرحها مع بعض ان شاء الله. زي ما قلنا موشن جرافيك، ازاي اعمل شخصيه كرتونيه، اللي هو ساعه الايقاف او العد التنازلي اعمله ازاي، ازاي اعمل حاجه متحركه او شغل موشن جرافيك، ازاي اعمل اللي هو الختم بتاعي، ازاي اعمل لوجو، كل ده ان شاء الله هناخده على الباور بوينت. طيب ديزاين تصميم، دي خاصه بالاشكال بتاعه الصفحه اهي، ومجرد ما هضغط بس كليك شمال على اي شكل فيهم هيتطبق معايا على كل الاشكال. اهو هنا نفس الاستايلات بس الوان تاني مختلفه اهي. انا اخترت مثلا ستايل زي ده، الستايل زي ده ليه اشكال مختلفه اهي زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز اخلي كل سلايد بلون غير التاني. انا كده وقفت على سلايد رقم 3، حلو كده. بروح على الستايل اللي انا عايزه من فوق واضغط عليه حاجه اسمها كليك، انا اسف، بضغط كليك يمين، كليك يمين. لو عايز اعمل له تطبيق على كل السلايدات ادوس ابلاي تو اول سلايد. لو عايز اعمل له تطبيق على السلايد اللي انا محددها اضغط عليه، فكده عمل لي تطبيق على السلايد اللي انا محددها بس. طيب جيت هنا ضغطت كليك يمين مثلا، ستايل زي ديه، عايز اخلي الصفحه رقم 2 بسلايد مختلف او بشكل او تصميم مختلف، كليك يمين وابلاي تو سيلكتد سلايد. اهو كده انا خليت كل سلايد بشكل غير التاني. السلايد سايز، الحجم ستاندرد اللي هو 4 على 3 اهو، شايفين الشكل بتاعها بيجي ازاي، ولا عايزها اللي هو الوايد سكرين نفس الشكل ده، يا اما هختار كاستم سلايد سايز. فانا بحدد الحجم بتاعي، اقول له هنا الويدث اللي هو العرض والهايت اللي هو الارتفاع. انت عايز تطبقها في نمبر سلايد فروم من اول فين؟ من اول واحد. السلايدات عايزها بورتريت اللي هو رأسي ولا لاند سكيب افقي؟ بختار. ودي كلها على فكره اشكال مختلفه، او بمعنى صح مساحات مختلفه للصفحات، عروض مختلفه. بيديني العرض والارتفاع بتاعه. طيب النوتس، الملاحظات والحدود الخارجيه، عايزها افقي ولا رأسي؟ انا بحددها من هنا. رحت جيت مثلا عملت سلايد جديده مثلا اهي، ورحت على ديزاين واخترت حاجه اسمها فورمات باك جراوند خاص بالخلفيه. لو عايز سوليد كلر معناه لون ساده، لون ساده، اختار اللون اللي انا عايزه منه. طيب الشفافيه بتاعت اللون اهو. طب جريدينت فيل من التعبئة، تدريج عايزه ازاي، راديال ولا عايزه ريكتانجل شكل مستطيلي، ولا عايزه بيس نفس الشكل كده، ولا عايزه شيب بروفايل نفس الشكل. فانا بختار اللي انا عايزه. هنا ممكن عادي اكبر اصغر في الحجم بتاعه، اللون نفسه اهو، برضه نفس القصة. البوزيشن كان بتاعه، الترانسبيرنس اللي هي الشفافية، والبرايتنس اللي هي النعومة بتاعته. اي زي ما انتم شايفين. عايز اعمل ريسيت باك جراوند، يعني كل اللي عملته رجعه زي ما كان، ادوس ريسيت باك جراوند. عايز اطبقها على كل السلايدات ادوس ابلاي تو بيكتشر اور تيكتشر. لو عايز بيكتشر، عايز اخلي الخلفيه صوره من، اختار بيكتشر وبعد كده اختار انسيرت، اختار انسيرت، اختار الصوره اللي انا عايزها، خلي الخلفيه من ورا كصوره تيكتشر. هذه الاشكال بتاعتي برضه، ترانسبيرنسي اللي هو الشفافية،
اوفست اكس محور اكس محور واي، سكيل البعد من ناحية اكس والبعد من ناحية واي، الاينمنت اللي هي المحاذاة، والمرور تايب لو عايز اعمل مراية شكل المراية. طيب بترن فيل دي اشكال البترن زي ما انتم شايفين، اغير اللون من هنا، هذا اشكال البترن. باك جراوند اللي هي الخلفية، البترن انتم شايفين الخطوط الصغيرة في النص دي اسمها بترن، لا زي لاينز. طب عايز الخلفية، عايز اخليها مثلا لون اخضر اهي زي ما انتم شايفين. لو دوست على علمت علامة صح على هايد باك جراوند جرافيكس، لو في أي تأثيرات في الخلفية أو أشكال بيخفيها لي زي ما خفى لي اللي فوق دي ديزاين. أو تفتكروا الريفيو والفيو كنا أخدناهم في الوورد والباوربوينت، أنا آسف الوورد والإكسل، كانوا برضو نفس الأول. لحد الآن يعتبر مفيش حاجة جديدة عن أي عن الوورد وعن الاكسل غير قائمة ديزاين. ولو جينا بصينا على الريفيو كل سبيلنج، لو عندي اخطاء داخل برنامج الوورد او داخل برنامج الباوربوينت او الاكسل بعدلها من قائمة ريفيو، بختار امر اسمه سبيلنج، بيقول لي سبيل تشيك كومبليت، معناه ان هو عمل لك تصحيح لكل الكلام الغلط. طيب سيريورسز مش انا بعتذر. هنا لو عايز اجيب الكلمة والمعنى بتاعها، هنا الشيك اعمل لي فحص او تحسين الوصول، سيرش لو عايز ابحث عن حاجة معينة عن طريق الانترنت اهو، هنا اللينكد نوت لو عايز اعمل لها ربط بالوان نوت اللي احنا هناخده بعد كده، ترانسليت لو عايز اترجم الكلام المكتوب ترجمه مثلا من عربي لانجليزي، او لو جيت حط نص معين وعايز اعمل له ترجمة ترانسليت سيلكت التكست. طب لو قلنا مثلا يساوي، نيجي هنا نساوي راند افتح قوس اكتب قوس ادوس انتر واصغر الخط شوية. طيب رحت على ريفيو واخترت حاجة اسمها سبيلينج، كده عمل لي تصحيح لكل الجمل الغلط. كلمة مثلا براون او كويك ضغطت عليها، دوست على سيريس بيجيب لي الكلمات المشابهة ليها اهي، دي كلها كلمات مشابهة ليها. شيك السيت، عايز اعمل تحسين وصول تلقائي، سيرش لو عايز ابحث عن حاجة، ترانسليت لو عايز اعمل ترجمة، ادوس يس. لانجوج اللي هي اللغة، سيت بروفينج لانجوج هي اللغة الأساسية اللي أنا بكتب بيها. نيو كومنت لو عايز أضيف تعليق جديد أهو. طيب لو عايز أضفت تعليق تاني نضيف تعليق تاني، نضيف هنا تعليق تاني. حلو أنا واقف على التعليق ده، عايز أروح للي بعده وأدوس نكست، نكست أرجع للي قبله بريفيوس سابق، عايز احذف التعليق ده ديليت. لو عايز فين في حاجه هنا اسمها شو كومنت، لو دوست على شو كومنت اخترت كومنت بين هيظهرها لي بالشكل ده. طيب كومبير لو عايز ادمج ملفين مع بعض، لو بصينا على قائمة فيو هنا شكل البرزنتيشن اوتلاين فيو زي ما انتم شايفين اهو، عرضولي هنا السلايد سورتر بنفس الشكل كده،
النوتس بيج اهي وريدنج فوضى القراءة طيب لو دوست على اسمها سلايد ماستر بيديني السلايدات جاهزة اعدي عليها زي ما انا عايز طيب نفس القصة الهاند اوت ماستر والنوت ماستر لو عايز اظهر المسطرة رول اهي ظهرتها عايز اخفيها اشيلها جريد لاينز الشبكة البيانية جايدز بيقول لي فين المنتصف فين نص الصفحة اهو زي ما انتوا شايفين الفيو دايركشن احنا قلنا قبل ما باجي اكتب في برنامج مثلا الوورد او الباور اشوف انا عايز اكتب بالانجليزي ولا بالعربي لو بالانجليزي اخليه ليفت تو رايت لو بالعربي رايت تو ليفت الزوم بتاع الصفحة اهو زي ما انتوا شايفين التكبير والتصغير بتاع الباوربوينت الفيت ويندو عايز ارجعها لاصلها تاني بنفس العرض بتاعها طيب عندي هنا الكولر والجراي سكيل هنا الرمادي عايز ارجعه للاصل تاني ادوس باك تو كولر فيو طيب اخترت بلاك اند وايت ابيض واسود الكلر لو عايزه الوان والجري سكيل لو عايزه لون رمادي البلاك اند وايت ابيض واسود شكل عرض الباوربوينت هنا الماكرو لو عايز اضيف ماكرو وعرفنا ازاي نضيف ماكرو في برنامج الوورد ما يمنيش هنا الماكرو لو ضغطت الكلمة زي ودوست ماكرو عايز اسمي الماكرو هنا مثلا اسميه اسم زي ده ادوس كرييت هيدخلني في برمجه تمام نفس الطريقه اللي عملناها عند الماكرو دوست على رن نلغي ده طيب ماكرو محمد عندي ايديت بالنسبة للماكرو هنا مش هيفيدني في برنامج الباوربوينت لأن الماكرو أنا بستخدمه في برنامج الإكسل وبرنامج الوورد هيفيدوني أكتر أما هنا في الباوربوينت أنا عندي في الباوربوينت بستخدمه العروض التقديمية وحاجات اللي هي الموشن جرافيك وحاجات اللي هي المتحركة أكتر طيب هنا النيو ويندو لو عايز أفتح أنا عملت كده نسختين أهو الرينج اول خليت الاثنين جنب بعض اسكيب الاثنين تحت بعض اهو طيب موف سبليت ينتقل لي للصفحه اللي تحتيها سويتش ويندو انا فاتح دلوقتي الباوربوينت او برزنتيشن عايز اقفله ضغطت عليه معنى كده هو بيوريني انا فاتح ايه بالظبط الباوربوينت اللي انا فاتحه يعني جيت فتحت واحد تاني زي ده اروح على هنا هو شمس هنا في السويتش ويندو بيقول لي انت فاتح اثنين باوربوينت اثنين برزنتيشن اهو دي قائمة الهلب المساعدة والبي دي اف اليمنت لو عايز احول ده لبي دي اف ادوس كريت بي دي اف من بي دي اف اليمنت كريت اند ايميل لو عايز ابعته عن طريق اعمل له بي دي اف وبعد كده ابعته عن طريق الميل الستوري الستوري بوردنج دي برضو خاصة بالالوان بتاع اللي عندها اهي كده تصغير واللينك والشيب الكتر لاوت ونيو سلايد وكده ستوري بورد شيب اشكال الستوري بورد دي الاشكال بتاع الستوري بورد هو بوريك الاشكال اهي
انا ليه ما شرحتش الترانزيشن؟ هي الترانزيشن دي خاصه بالانتقالات ما بين كل سلايد والتانية، ونشرحها المحاضره الجايه بالتفصيل اهي. لو عايز اروح الصفحه اللي بعديها يظهر معايا مثلا شكل زي ده اهو. اما الانيميشن خاصه بالمؤثرات، مؤثرات اللي في الداخل بقى، الكلام موجود في الداخل او الصوره موجوده في الداخل اهي. يبقى الترانزيشن الناس تحاول تجرب الترانزيشن الانتقال ما بين كل شريحه والتانيه. اما الانيميشن اللي هي اللي في الداخل، الكلام الموجود في الداخل، عامل شكل يبقى خاصه بالانيميشن، عامل صوره ادرجت صوره، كاتب كلام في الباوربوينت. معنى كده ان اي حاجه داخل السلايد خاصه بيها الانيميشن اللي هي المؤثرات، اما الترانزيشن الانتقالات ما بين كل شريحه والتانيه. وزي ما قلنا هنشرحهم بالتفصيل في المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب السلايد شو، لو عايز ابتدي بقى خلاص انا خلصت وعايز ابتدي اعرض خلاص الشغل بتاعي، من لو عايز اعرضه من الاول ولا من السلايد اللي انا واقف عليها؟ فالمحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون مهمة بالنسبة لي، لأن هنشرح فيها الترانزيشن بالتفصيل الممل، كل الأوامر بتاعته، والأنيميشن والسلايد شو، وهنشرح في الإنسيرت اللي هو الفيديو والأديو والسكرين ريكوردينج اللي هو جزء البلاي باك، يبقى جزء كل مؤثرات وانتقالات اللي هي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. طيب باشمهندس أحمد، أنا هبتدي بكده النهاردة إن شاء الله. واللي عنده اي استفسار ان شاء الله ممكن يتواصل مع الواتساب. بالنسبه للمحاضره اللي فاتت هيكون عليها تاسك بس هعمله وهبعته لكم، والمحاضره بتاعت النهارده برضه عليها تاسك ان شاء الله، في تاسكين هنزلوا ليكم ان شاء الله في الباوربوينت. الفكره نفسها ان الاوامر ديت 70% من الاوامر ما بين الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسل، الثلاث برامج دول الاوامر كلهم زي بعض، اللي فهم الوورد معايا في الشرح كويس هيفهم باقي البرامج دي كلها. طيب بس في كل برنامج في حاجه بتميزه عن غيره، احنا في الباوربوينت هنشتغل شغل كتير، يعني فاضل لنا المحاضره اللي جايه كشرح يعتبر، وبعد كده هنبتدي بقى نشتغل بقى شغل الحقيقي بتاع الباوربوينت، هنعمل برزنتيشن عرض تقديم كويس، هنعمل حاجه موشن جرافيك مؤثرات وانتقالات، هنعمل مع بعض ازاي اعمل شخصيه كرتونيه، ازاي اعمل زي ما قلنا عد تنازلي، ازاي اعمل بازل او لعبه داخل الباوربوينت، فده كله ان شاء الله هناخده في الباوربوينت، وازاي اعمل برضه ختم ليه على الباوربوينت ان شاء الله، كله ده خلال المحاضره اللي جايه. وزي ما اتفقت مع البشمهندس ان شاء الله هنشرح مع بعض اساسيات الكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني الجزء النظري اللي حابب يدخل الامتحان الدولي. اما الجزء العملي بتاعهم انا شرحت اساسيات الكمبيوتر، فاضل الانترنت ان شاء الله هنشرح برضو الجزء العملي فيه. تمام. انا كده خلصت محاضره النهارده، وان شاء الله اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من محاضره اليوم. زي ما قلنا برضو إضافة بجانب اللي هو الجزء اللي هنشرحه تبع الكمبيوتر، في برضو بإذن الله حاجات تانية سوفت سكيلز مهارات شخصية هنشرحها لكم، بحيث إن هي تكون إضافة قوية ليكم في الشهادة. الشهادة قوية وقوية جدا كمان، هتكون معتمدة من كذا مكان، وكمية المعلومات اللي هتكون فيها أتمنى إن الكل يكون فعلا استفاد من الوورد والإكسل والباوربوينت لحد ما أخدنا لحد دلوقتي. وان شاء الله لو في وقت وربنا ادانا طول العمر هنشرح مع بعض اللي هو مستندات جوجل، جوجل دوكومنت بكل حاجة فيها، كل برامجها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.